السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لكل إخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحية لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات وصحة لفطوركم وسحوركم حبيت باش ندير تعليق وننبه لبعض الأمور سيما الإخوة الشباب اللي ما عندهمش تجربة يعني ما يعرفوش السياسة وما يعرفوش الألاعيب نتاع بعض السياسيين وربما تاخذهم العاطفه وينجروا وراء بعض الاشياء وبطبيعه الحال ما يفيقوش حتى تطفر فيهم حبيت باش نوضح بعض الامور فيه بعض النداءات ربما راكم فيها بدون ما نذكر في الاسماء كاين بعض الناس هكذا منذ مدة هما أنه يردوا في بعض الكلام من أنه لابد من تدخل الجيش في الجزائر وكأنه يعني الجيش ما راهوش يدخل حابين يفهمونا من أنه بوتفليقة راهو هو اللي راهو يحكم في هذه الحالة وين انه هو راهو محتاج على جال باش واحد يديه حاشاكم للطوالات والله يغسل حوايجو ولا يمسح له العاب نتاعو حابين يفهمونا باللي بوتفليقه هو اللي راهو يحكم ودرك بعد ما شافوا باللي هذيك القضيه نتاع بوتفليقه ماهيش حاكمه قال السعيد هو اللي راهو يحكم مع انه الخاص والعام على باله باللي الجيش هو اللي راهو يحكم مش من الان يعني بعد ما دخلوا للعاصمه بعد الاعلان نتاع توقيف القتال كان الدخول بالجيش للعاصمه كان بالجيش بن بلة وصلوا الجيش بومدين دار الانقلاب وكان هو الوزير تاع الدفاع شذلي جابوه الجيش راكم شفتوا التصريحات نتاع واسمو بن يلس نتاع قصدي مرباح الى غير ذلك بوضياف جابوا الجيش زروال حطوا الجيش بوتفليقة جابوا الجيش دونك المطالبة بالتدخل نتاع الجيش حابين تفهمونا من أنه الناس اللي راهم كانوا يحكموا مدنيين ولا كيفاش والعيب كل العيب ولما أنه يصدر هذا الكلام من, عن من, عند ناس يطالبوا بجمهورية ويطالبوا بحكم جمهوري ومنهم حتى اللي راهو في دول نتاع أوروبا دوك لما يصدر من واحد راهو هو عايش تحت الرونجرز راهو جاي في ثكنة عسكرية راهو ياخذ في المطرق صباح وعشية راهو عايش بالسنتريوز قال والله السيد هذا عبد هذا ما عنده لا حرية ولا إنسان رباه هكذا كبر هكذا على العبودية كثر يقولها إنسان واحد عايش في فرنسا يقولها واحد عايش في الأسترالية يقولها عيش واحد في سويسرا ولا في بريطانيا ولا في ألمانيا ولا في أمريكا يطلبوا بالتدخل نتاع الجيش وين راه الاطارات نتاع البلاد وين راه من المهندسين وين راه من الدكاتره وين راه من الباحثين وين راه هذا النخب هذه يجي يحكم من القايد صالح اللي راس نتاعه فارغ الراس نتاعو فارغ لو كان ما واحد درك يعطي له بورتابل لو كان ما يوريلوش كيفاش يستخدم البورتابل التليفون بورتابل ما يعرفش يستعملو جهاز نتاع اورديناتور ما يعرفش يمشيه هذا يحكم هذا الدولة في في هذا القرن نتاع ال21 في 2017 كيفاش انا ننتظر منو على جال هو يحل الازمة نتاع البلاد لو كان قال والله قال مجموعة من الناس اللي راهم قال مختصين قال في السوسيولوجيا والله قال ناس باحثين ومهندسين كوكبه من المثقفين وقال والله حتى سيدي لو كان قال مثلا بعض من الناس السياسيين الحكماء اللي معروفين بالرزانة نتاعهم معروفين بالرؤية نتاعهم الاستشرافية الثاقبة قالوا والله العظيم ولابد من فطرة قال نتاع ناس هكذا يحكموا البلاد والله والله قال هذا المطلب والله, والله يعني في 2017 ما زالت الناس تطالب بتدخل الجيش وكانه هذا الجيش ما يتدخل يعني هذا الفتن اللي صارت في البلاد وهذا الانقلابات وهذا الدماء اللي سالت كله كانه الجيش كان خارج التغطيه والان يطالب بتدخل الجيش هذا الناس تعرفوا نقول لكم وش هو ناس عايشين كاينين الناس اللي رام شهرياً نتاعهم راها تجي تدخلهم عايشين كي هما كي ولادهم كاين منهم اللي راهم عايشين في الخارج خدامين ومكلفين بمهمه يتباكاو هكذا قدام الناس وكذا ولكن هما راهم خدامين خدامين عندهم شهرياً نتاعهم وعايشين عايشين لا في وقاعدين يقدوا على الناس يجيو عن طريق وسائل هذه نتاع التواصل عن طريق قنوات الفضائيه من اجل توجيه الناس لانه شافوا الان باللي هذه القنوات الفضائيه في ظل هذه التكنولوجيا الجديده مع الواتساب ال 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 ومع الفايبر ومع مع الفيسبوك ومع, الـ ومع, الـ ال 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 ومع اليوتيوب كذا شافوا من انه الان فيه بدات تظهر طاقات جديده وتحليل جديد موضوعي وصارت الناس تتفاعل معاه وصارت الناس بدات تفيق الالعاب هذه دونك هما يحاولوا على جل باش يغلطوا الراي العام ويحاولوا هو انه على جل باش يزرعوا الشكوك ويحاولوا هو انه يصنعوا وما راهم عندهم عندهم هذه الملفات اللي راها تدور الان في الفيسبوك وراها تدور في اليوتيوب هذه كلها ملفات نتاع ابتزاز من طرف جهاز تاع المخابرات ملف الملفات نتاع الابتزاز هذه كلها من طرف الجهاز نتاع المخابرات جهاز تاع المخابرات يعرف المسؤولين من الرئيس للحاجب يعرفهم ويستخدم هذه الوسائل نتاعو راه الناس تعرفها الناس اللي راهم فاهمين الامور كيفاش راه تمشي راهم يعرفوها يستخدموا في هذه الاساليب تاع الابتزاز كلها من اجل تخويف الناس المسؤولين لما يضربوا واحد قال الجماعه الاخرين قال لك يلاه بالك حل عينك قال مثلا هما راهم يقصدوا جنرال معين ولا يقصدو وزير معين هما يضربوا واحد اللي تحته قال تتحرك يلا نديروا الكيفو وعندهم عندهم الوسائل هذو اللي راهم ذرك راهم ساكنين في الفنادق وراهم كذا كلهم راهم مصورينهم واحد مصورينه عريان في الشمبر نتاعو، واحد مصورينه في الطوالات، واحد مصورينه في في في, في مع المهم كل واحد كيفاش؟ دايرين لهم كاميرات نتاع التجسس مستخدمينها في الغرف نتاع الفنادق ومستخدمينها في, في اماكن مختلفه ويستعملوا هذه الملفات نتاع الابتزاز على جال باش هذا الناس ويخوفوا الاخرين وعندهم ذاك تعرفو الان الحمد لله كان ربما في وقت سابق كانت فقط التلفازه وحدها هي اللي تركب وهي اللي تدير المونتاج الان دوك هذه الوسائل نتاع المونتاج راها صارت في متناول الجميع كل واحد راه يعرف الادوب بريمير ولا يعرف الافتر ايفكت والله ويقدر يخدم الإلستراتور والفوتوشوب وكذا ويقدر يخدم نورمال وحده ما يقرا لو راه كاينين الفيديوهات هذيك راه موجوده في اليوتيوب يقدر يتعلم بدون ما يروح هو يدير تكوين وراه الان صارت في متناول الناس لذلك الاخوه والاخوات ما لازمش تطيحوا في في الفخ نتاعهم كاينين ناس مكلفين بمهمه في الفيسبوك يبعثوا لهم ملفات نتاع ابتزاز سواء صور فاضحه او مقاطع نتاع فيديو او كذا وقال يلا يحرشوك من الكلب هذا قال يلا اعطاكي فلان ويطيحوا عليه وناس مع الاسف الشديد من الشباب هذوك آه هما راهم طايحين في الفخ منهم اللي راه مسكين بطال منهم اللي راه مثلا عنده شهاده جامعيه وراهو بطال وكذا يصيروا هما ذوك هذاك الظلم اللي راه ممارس عليهم يصيروا هما يروحوا كانهم يستشفوا في قال فلان الفلاني والله علان العلاني كانهم يستشفوا فيه على جال يفشوا هذاك الغضب هذاك اللي راهو عندهم صار عندهم حقد على هذا المسؤولين يصيروا هما يلقاو هذه لانه في القناه الفضائيه ما يقدروش يفشوا هذاك الغضب ما يخليهمش يصيروا هما بليب سودو ويصيروا هما كذا يدخلوا لهذه الموقع بالاضافه الي ان عندهم ناس هما راهم يخدموا بليب سودو كتائب راها موجوده في الفيسبوك وفي اليوتيوب في كذا من اجل صناعه الراي العام حول قضايا معينه يستعملوا ناس كاين اللي راهو درك هو هو راهو حاسب روحو باللي راهو كيف ما يقولو مانيش عارف واش فايق وبطل وزعيم وكذا هو راهو يقدم في الخدمات الجليله يخدم عند هذا الناس بالغباء نتاعو بالجهل نتاعو هما راهو يصفيو في الحسابات على ظهرو قال يلا ارفس فلان اطقي فلان انا شخصيا العبد الضعيف اعوذ بالله من كلمه انا كان في وقت سابق اتصل بي واحد من الناس اللي عندهم علاقه يعني ببعض الملفات واعطاني ملف كنت حتى نشرت مقطع منه في في الفيسبوك ونشرت صورة نتاع عقيد ونشرت بعض المسائل اللي راح عنده وهذا السيد متورط في الفساد بعينيه وبرجليه وبحواجبه وفيما بعد خبرني بصفحة نتاع واحد قبل ما يبداو يتناولوها خلاص خبرني بالصفحة هذه قال لي باللي السيد هذا انا ما نكذبش عليك ما نقولكش بلي هذا راه هو جنرال توفيق بصح هو قيل الله اعلم راه ولد اختو هاو الملف هاو الصفحه نتاعو وشوفوا دخلت انا شفت الصفحه هذيك مليئه بالصور ربما راكم شفتو الشخص هذاك هذه عندها دوك عده سنوات موجه البارح وبطبيعه الحال انا يا راني قال مثلا راني قايم بدور اعلامي انا مش مباشره يبعث لي واحد صوره ننشرها نتاكد اولا منها نتثبت تصلت بواحد من الإخوة حسين يعني بدون ما نظن تصلت بحسين حسين هارون وقلت له باللي راهو عندي صور كذا 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 وراهو قالوا لي باللي هذا راهو الجنرال توفيق قال لي خاطي من راج انا مباشرة انا يلا قال هذا هو الجنرال توفيق يلا نحط فيه تثبت قبل ما انت تروح تنشر صور ولا تنشر فيديوهات ولا كذا خاصة إذا راك مسلم وخاصة إذا راك في شهر تاع رمضان البارح قبل ما تعلن الصحيفة نتاع الخبر وصحف واحدة أخرى على هذيك العملية بعثوا لي جماعة على الصفحة نتاع المصالحة قالوا لي رانا من كما يقولوا من, من قلب الحدث هانا نبعثوك المعلومات هذه ما نشرتهاش حتى نشرتها الخبر وكذا من بعد أنا نقلتها عليهم لانك انت تثبت كاين ربما راه واحد راه يحب ينشرها لك ولكن في المقابل كاين اللي راه يحب يفخ لك معلومات والله تنشرها من بعد تعاود ترجع اليك لذلك كاين صفحات الاخوه والاخوات هما راهم درك كاينين ناس حابين على جلبش يستولوا على السلطه كاين اللي راهم خسروا المواقع أنتهم كانوا في جهاز تاع المخابرات كانوا مع الجنرال توفيق خسروا المواقع نتاعهم وكاين اللي راهم في القايد صالح حابين يوصلوا يستعملوه على جال باش يوصلوا به اه ياكلوا به حنا ذكر عندنا تجارب كثيره والكلام هذا راه الناس مرت منه مازال الى اليوم مازال ما معالجناش هذه التداعيات نتاع الفتنه كاين الناس اللي راهم موتى كاين الناس اللي راهم مختطفين ومازال ما باش المصير تاعهم الى اليوم كاين الناس اللي راهم معاقين كاين اللي معطوبين كاين كذا كاين كذا كاين كذا. كذا. ضحايا من كل الجهات سواء من الناس اللي عندهم توجه اسلامي ولا الناس اللي عندهم توجه علماني الناس اللي كانوا في الجيش الناس اللي كانوا هذو مع الجماعات المسلحه الى غير ذلك وحنا مازال ما عالجناش هذه الازمه ذرك هما راه منهم اللي راه يستعمل في هذه المساله فيها مثلا في هذه القضيه هذه نتاع المعطوبين والله هذ الناس اللي راه متحركوا ذرك هذو راه منهم اللي راه محرك حابين هما يخلقوا وضع على جل باش هما لما ما تقدرش تدخل الشرطه وما تقدرش ما يقدرش يدخلوا توع الدرك فيما بعد يدخل الجيش دونك هما واش راهم يحوسوا هما راهم يحوسوا على جل باش الجيش يدخل لما الجيش يدخل فيما بعد قال ودي ياكم تشوفوا انتم الرئيس غايب ومنا وراه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا يلاه دوك يلاه يديروا يديروا واش حبوا يديروا يعني رايحين ناس يخلقوا لهم مبررات كيف ما خلقوها لهم في 92 خرجوا الجماعه خرجت للشارع وياكلوا بيه كما يقولوا ياكلوا بيديهم هذه هي لذلك الاخوه والاخوات اذا كان حابين فعلا هو انه يكون هناك تغيير في البلاد تغيير ما يكونش بالتسابق للحكم والتغيير ما يكونش بالابتزاز والتغيير ما يكونش بال بالعيط وبالكذب التغيير التغيير ما يكونش هكذا بالخداع ما يكونش بالمؤامرات التغيير يكون مبني على الحوار الصادق والشفاف وكما قلت ونعاود نكرر في كل مره لابد من مشروع مجتمع بد من بناء نتاع دوله نتاع مؤسسات هذا التسيير الارتجالي وهذه القرارات الارتجالية والله العظيم ما يجني منها الشعب إلا الندم والحسرة والألم هذا الناس منهم اللي راهو خالص عليها راهو ياكل وراهو شارب وراهو عايش بانكس على ظهوركم ويحوسوا هما كل مرة منين ما توجت كيما يقولوا تلطخت هذه الواجهة يحاولوا هما انو يديروا واجهه جديده على باش هما يستمروا في الحكم هذه هي اذا راكم شفتوا هذا زروال اللي راهو عسكري قبل القايد صالح وهو مثقف على القايد صالح ويعرف الجيش اكثر من القايد صالح القايد صالح راهو غير هنا هنا راهو مطلعوه وطلع غير في ظل هذه الفتنه هذه وشوفوا النتيجه نتاع زروال نهار اللي حبوا باش هما يبعدوه ضربوا له هذاك بتشين وفيما بعد فهم هو باللي راه هو المستهدف قال لهم تبقوا على خير قال لهم انا عيطت لي باللي البلاد راها في وضع خطر وكذا وكذا وكذا, وكذا ومن بعد انا نفس الشيء راهم كل مرة يجيبوا واحد وقال هاو الوضع خطر بو بو فما راحوش ما راهوش قالوا له باللي راه البلاد راه على اهبة نتاع حرب اهلية ورواه وانت المنقذ وانت كذا وانت كذا, كذا وفيما بعد شوفوا وصلوه قتلوه في عنابة بعد ايام ما على بالكم بالقضية نتاع الاغتيال تاعو في في شهر جوان بعد ايام دونك ومن بعد النتيجة اللي وصلتوا ليها وش هي؟ انا الان في 2017 قتلوه في 92 مازلنا الان في 2017 مازال هالناس الان راه تحوس على جل باش يقدموا واحد وقال ارواح البلاد راها في حالة خطر وهذه المسألة نتاع العسكريين والمدنيين هذه راه مش حاجة جديدة رانا تحدثنا عليها في وقت سابق في تسجيلات مختلفة تحدثنا عليها أيضا بالكتابة وفي تعليقات مختلفة هذه المسألة نتاع العسكري والسياسي راها صارت عليها قرة عبان رمضان علاش قتلوه ومازال إلى اليوم مازال هذه التجارب يعني عوض هو أن الناس تستفيد من هذه الأخطاء اللي وقعت عوض هو أن الناس تنظر إلى الأمام مازال الناس تعاود تكرر في نفس الأشياء يعني راح قتلوا هذاك واسمو عبان رمضان وكريم بالقاسم وخيدر ومسيلي وشخصيات كثيرة الآن راها فيها وجوه واحد أخرى واغتيالات واحد أخرى عوض هو أن الناس تستفيد من الأخطاء صحيح هو أنه قال مثلا كانت هناك ظروف في وقت سابق قال الناس خرجت من ثورة وقال بد من يد ولا بد من كذا ولا بد من كذا ولا بد من, من كذا لكن دوك الان خلاص ذكرها الان كاين مؤسسات حتى ولو ان هذه المؤسسات راها مريضة ولكن موجودة ما الذي يمنع الجزائريين هو انه يلتقون على طاولة الحوار شو هو شو هو اللي يمنحهم اذا كان فعلا حابين باش ينهضوا بالبلاد ينهضوا بالاقتصاد ينهضوا بالفلاحه بالزراعه بالسياحه بكل ميدان بالرياضه بكل ميدان شو هو اللي يمنحهم يقعدوا على طاوله نتاع حوار يا سيدي اذا كان محتاجين نتحاوروا عام نتحاوروا عام نتحاور عامين نتحاور عامين ونديروا حل للبلاد نديروا الاكفاء نديروا الانسان النزيه الانسان الصادق الانسان المخلص اللي راه يحب ويخدم البلاد كيفاش هو ان الناس في هذا الوقت هذا مازالت الناس تحن للرونجرس مازالت الناس تحن للسنتريوز مازالت الناس تحن للشطرب هذا العبد برك فقط هو اللي يحن للضرب الانسان الحر غمزه واحدة تكفيه في 2017 تلقى ناس يتحدثوا لا بد من تدخل الجيش لا بد من تدخل القايد صالح والقايد صالح القايد صالح وراه اليس القايد صالح هو اللي كان يسند في بوتفليقه اليس القايد صالح اللي كان يروح ليه الفال دو هو اليس القايد صالح اللي كان يروح ليه تاع لي وهو راهو بالروب دو جومبر يدخل القايد صالح وعلاش القايد صالح مش متدخله وهذا الناس اللي راهم درك هذا يعني على الجنرال توفيق وين كان الجنرال توفيق اليس الجنرال توفيق من التسعين وهو في الجيش وهو في المخابرات حتى الـ حتى الـ هنا هنا واش دار غير ترويع نتاع الامنين غير تهجير نتاع الكفاءات واش دار في الجزائر اذن الاخوه والاخوات ما لازمش تعاودوا تكرروا الفشل وما لازمش تراهنوا على الناس اللي الرؤوس تاعهم مقفله لابد هو انه الناس من خلال هذه الفضاءات ومن خلال هذه الحوارات هو انه الناس تتنافس من اجل تقديم خدمه للبلاد الناس هذول اللي راكم انتم راكم تسبوا انتم راكم تهدوا راكم تديروا رانا نعرفوا هذه الاساليب نعرفوا هذه الأساليب أولا رانا كنا سابقين عليكم في هذا المجال نتاع الإنترنت، نعرفوكم لما تكون هناك مواضيع حساسة اللي تساهم في التوعية نتاع الناس، تخرجوا أنتم تبداوا تسبوا وتبداوا تطيحوا في الكلام وتبداوا تهدوا اعتقادا منكم من أن راكم راكم تخوفوا الناس، وأنتم الهدف نتاعكم على جل باش تمنعوا الناس باش ما يتفاعلوش مع هذه المواضيع، رانا نعرفوا هذه المسائل. خاطر عارفين باللي صفحات نتاعكم واحد ما يدور بها تجيو للصفحات وان انه راه كاين هناك وعي انتم قاعدين تدعموا في هذوك الناس اللي تقدروا تمانيبيليوهم تدعموا فيهم حتى في وسائل الاعلام المختلفه قالوا روح لفلان وروح لفلان وراه يدير وراهو يدير على جال باش تمانيبيليو الناس بهم لكن الصفحات اللي تنشر في الوعي والصفحات اللي راه تفطن في الناس وتبين في المخاطر وراها تبين في العيوب ونراها صح هذوك عارفين باللي ما تقدروش تمانيبيليون قد ما تحاولوا ما تقدروش إذن الاخوه والاخوات هذا الناس راهم مكلفين بمهمه كاينين الناس راهم يحركوا فيهم سواء في الاحزاب ولا في البرلمان ولا كذا يخدموا معاهم مع هذه الاجهزه كل مره يستعملوا قضايا ويحاولوا انه يمشيوا الناس من وراهم على جل باش هما راهو يعنوا على شيء ولكن هو راهو هدفهم شيء واحد اخر حنا قلنا نحوسوا على مصالحه وطنيه حقيقيه ها هو الهدف نتاعنا وها المشروع نتاعنا وقلنا ارواحوا نتعاونوا ماشي قال ارواحو تبعونا ارواحوا نتعاونوا مع بعضنا البعض ارواحوا نقعدوا على طاوله نتاع حوار وتشارك الناس الكل من خلال المؤسسات المختلفه ونتناقشوا حول مشروع نتاع مجتمع اللي يليق بالشعب الجزائري لا هو اسلامي على طريقه نتاع علي بالحاج ولا هو علماني على طريقه نتاع سعيد سعدي مشروع جزائري خالص لا يتعارض مع القيم والعقيده نتاع الشعب الجزائري مشروع قابل للتطوير قابل للاثراء قابل للتجديد نتعاون فيه مع بعضنا كلنا البعض وان شاء الله نتقدموا على جل باش نوقفوا بالبلاد مع بعضنا البعض الناس كلها غلطت كي الناس اللي كانوا في الجيش كي اللي كانوا في الفيس كي اللي كانوا في الاحزاب كي اللي كانوا يتفرجوا الناس كلها غلطت ما لازمش نعاودوا نكرروا الاخطاء وراكم تشوفوا ماذا يحدث في ليبيا وماذا يحدث في سوريا وهذا مش تخويف هذا واقع راكم رايحين تلحقوا ليه رانا نشوفوا في ناس الان من خلال الحقد من خلال الانتهاك نتاع الاعراض في رمضان والناس صيام وين راكم رايحين غدوه والله العظيم لو كان تنفجر الامور والله العظيم غير الناس تاكل بعضها البعض لذلك الاخوه والاخوات ما لازمش تسقطوا في الفخ ما لازمش نعود ونكرر الأخطاء لازم نتعاون مع بعضنا البعض على جل باش نهضرو بالبلاد تحياتي لكم جميعا